ما حلى ذيك الشمايل اليوم طب الكربلاء طلع عباس البطل اولاد اخوي يستقبله مرحبا يقل الشهيد زينب تقل هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته ما حلى ديك الشمايل اليوم طب الكربلاء لا عباس البطل بولاد اخوي استقبله مرحبا يقل الشهيد زينب تقل هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال وقبل يسلم على الحوره وعلى ديك العيال حييته باحسن تحيه وسار قلبها بنحوته صاح يا وصفة يا زين تركبين على الجمال حيته بحسن تحية وسار قلبها بنخوته صاح يا زين صاح يا نبي التي من قبل كنت تدلل تروح شيعتكم طبر فوق الصعيد مجدلة أرواحنا تطلع ولا تركب ناقم هزلة في دول حسين الشفية تروح كلها شيعته في دول حسين الشفية تروح كلها